فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: حولت لأحد المساكين خارج هذه البلاد، حولت له زكاة مال ثم استلمها واتصل بي وقال إنها قد سرقت منه بعد أن استلمها. سؤاله: هل أغرم هذه الزكاة؟ لا، ما دام استلمها، ما دام استلمها برئت ذمتك، وهو هو الذي فقد، ما هو أنت. نعم، لكن إن أردت إنك تساعده من باب المساعدة هذا شيء طيب، أما الوجوب لا. نعم.